ونقول يا صباح الخير، اصبحنا صباح الملك لله. طبعا انا قدس شيء اسمه ريوب، وتوني قاعده من النوم لان امس وايد سهرت. فقررت اليوم عاد اغير ريوقي. ليش؟ لان صار لي اسبوع تشوفون كلها ريوقي بحرين، يوم شكشوكه، يوم بيض طماط بيض جبن، يوم اومليت. فاحس شيء تمنيت بدي اغير شوي، فرايحة مدليل وبس. نظارتي اليوم ماركة واي اس ال وفي سان لوران، توها جديدة. طبعا نزل حجم العود، انا خذيت الحجم الاصغر. الملكة احنا في واحدة وايد معجبة فيك، شنو تقولين لها؟ هذا انا احب كثير وايد، هذا احلام كثير، هذا لا تصدقونا، هذا كون لا تصدقونا يا ولي قال لي ناصيري والله ما تقدر يوم من طارق مدري يوسف مدام انا نسيت الجمال. لا تصدقونا يوم، يلا غني. لا 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 مدين وايد سهل، هاي كوكوز هو هني قدام. قهوة مدينة ما شاء الله زحمة. ملاحظين كشخة اللي هني؟ شوفوا يدها كشختها، بس طبعا ما في اجمل تصويرة. هو عبارة عن توست ويا شوية زبدة. هاي خلطتي اللي براك حلو؟ وحط فوقها حجاب كذي تصير خلطتي ولا أجمل. كمان طلبت لي كافيرتين. عندهم منيو في مدنين 5 أشياء جديدة في المليون ريود، منها شيء تركي، منها يعني إحنا طلبنا كل شيء جديد. اللي قاعد أكله الحين عبارة عن بولة داخلها جبن. اللي محبين أجبان أنا فيها كم نوع من الجبن. طابخين الزعتر مع زيت زيتون فصار وايد حلو طعمه. داخله في شيء غير براتا. في نفس الريحان وشيء مر شيء ينن كبير يفوز وبغوه. هاي شنو الصوص؟ صوص خاص فيهم خلطاتهم الخاصة ما تتعلمون. اوكي هجرب وياي نطلب تهية. يرضيكم الاجانب خذوا زعفران ما له، سووا كيك زعفران وفي لندن متروس، وفي البحرين ما عندنا احد يسوي فطيره التفاح لما يضبطها، يعني ما نعرف هم ليش ياخذون ثقافتنا، ليش ما ناخذ ثقافتهم بالذات في الاكل، ليش ما ندخل في مطابخنا اشياء جديده. جد علي هذا هو ايموجي تايم. الحين جمالي يحتاج مشروب اشربه حق جمالي، حق شعري، حق دمي. تعرفون صار لازم اهتم في جمالي اكثر واكثر. اليوم راح اشترك ان شاء الله في الجيم، وراح اعطي نفسي 5 دقائق اي كل يوم ايموجي تايم، فاعطي نفسي فرصه عشان اشرب مشروب الجمال. يوم بشرب جزر، يوم بشرب جزر وبرتقال وتفاح، يعني هاي الاشياء اللي تكون بدون سكر ويكونون شيء طبيعيين وفرش 100%. ولا تنسون تشربون الشمندر، وايد زين حق ده. مهر يعجبك طعم الشمندر؟ الصراحة لا، لأن أنا وأنا صغيرة ما علموني بيتنا أكل شمندر، فأول مرة انصدمت فيه على كبر، فمجبورة إني أشربه. في نفس الوقت راح أشربه لمدة شهرين وراح أوقف شهر، وبعدين راح أشربه كأنه دواء أحسن من أكل شو اسمه، من أكل حبوب. كامل لازم تقصفونها تشرب شمندر، لازم 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 لازم. وإذا ما كنتوا تعرفون تسوونها كان عندكم لي ايموجي تايم قام يسوي هاي المشروبات، فهاي وايد صحي. اي وحده حامل لازم تشربين قصبا عليه. معليش ما يهمني شكل اللي يحبك وانا احب.
مثلا الحين تي واحدة تقول استخدموا هذا الدروب حق فيتامين سي حق البشرة، إذا شو الفائدة إذا تقدمين بشرة برا مفروض من داخل، إذا تشربين فيتامين سي من داخل يطلع على وجهك غير، يعني باكر لا إلا لازم تشترين هاي الكريم اللي مبلغه 15 ريال تجي تشربين عصاير، عصاير مفيدة وصحية لك، يعني أنا ما أقول شيء عبث دوم ترى والله. يلا شربي خلي شعرك تتريانن بشرتك تتريانن دمش زين شربي وصارش نفس اللي هون ويبلاش عصر ماشي أنت يوم زبيتها الحين والله شوفي وإذا ويا تفاح يصير حلو طعمه ان شاء الله عليهم رفيجاتي المغربيات يفرحون ويقولون اكل حتى مع السلطه بس انا هم متعودين يعني انا بالنسبه لي انت متعوده تاكل شمندر بعض الاكلات لازم نعلم نفسنا ونعلم عيالنا افهم مثل يقطين انا ما كنت احبه الحين صرت احبه شوربه طماطم الحين على كبر شوربه بصل توني على كبر ف شنو السبب وانا صغيره ما كنت اكل ما تحبين الوانهم انا حتى الجزر ما احبه أشياء أحمر برتقالي صح عندي مشكلة وياه ما أدريش ليش منو مطرش لنا أكل شنو هذه أكل جايبين نشوف شنو مدام مين ها شو اسمها أمينة ولا مين مين هذه أوه شلة بعد شلة كثر الله خيركم مأجورين مشكورين ها مدام منى زين من وين من نيجيريا اوكي يعني شنو مسموح قطوة تمشى في البيت والاخيره من ضمن اهتماماتي في بشرتي صار اني امسح في المكياج